ولكن احنا لو عايزين ندخل الصوديوم جوه والبوتاسيوم بره، ما هو ليهم وظائف، من وظائفهم ان الصوديوم يدخل جوه يعمل حاجه، ولما يخلص الوظيفه بتاعته خلاص يطلع بره تاني. مين بقى اللي بيسمح له بالدخول ومين اللي يطلعه بره؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه بقى دلوقتي تحت عنوان اسمه Method of Transport of Substance Across the Cell Membrane، يعني طرق انتقال الاشياء خلال السيل ممبرين. الاشياء بتتغير او بتنتقل ازاي خلال السيل ممبرين؟ يعني انا حاجه اهوت، انا كيوسف مثلا حاجه جوه الخليه، اطلع ازاي بره؟ ايه الطريقه اللي اطلع بيها؟ ايه المواصله اللي انا امسكها واطلع بيها؟ عندنا 5 طرق. اول طريقه معانا هي السمبل ديفيوجن، تاني طريقه هي فاسيليتيتد ديفيوجن، تالت طريقه هي اكتيف ترانسبورت، رابع طريقه هي الاوزموزيس، خامس طريقه هي الفازيكولار ترانسبورت. هتكلم عن كل واحده وما يميز كل واحده. دي مصطلحات مهمه فركز فيها كويس قوي، لانها هي مش تيجي في الامتحان ماشي، ولكن ممكن تيجي في الامتحان من حيث الخصائص لو هو عايز يرخم عليك شويه، او مش رخامه يعني، هو بالنسبه في الاول هي رخامه، لكن بعد كده انت مش تحس اصلا يعني ان الموضوع اصلا محتاج مذاكره، او الكلمات ديت محتاجه مذاكره. لكن انت محتاج تفهم الكلمه، كل كلمه كويس قوي يعني ايه، علشان انا بعد كده او اي حد بيشرح بعد كده مش هيفضل يمسك في كل لفظ وهو بيشرح يقول لك اللفظ ده معناه ايه، لا هيعتبر انك انت اصلا عارفه او انت اصلا درسه ويبدا يشرح على طول. فلازم تبقى فاهم المصطلحات ديت يعني ايه، فتدخل في الموضوع مع الناس على طول وتفهم بسرعه من غير ما تحس ان انت واقف في كل كلمه عايز تفهمها. اول حاجه معانا هي سمبل ديفيوجن. يعني ايه سمبل ديفيوجن؟ الخلايا ديت اعتبرها من خلال الترانسبورت او من خلال انتقال الاشياء زي قفص العصفوره. تمام، قفص العصفوره بيكون فيه ايه؟ بيكون فيه عصفوره واحده بس جوه، تمام، والقفص عادي اي حاجه صغيره خالص زي النمل ممكن يدخل عادي، او الدبان ممكن يدخل عادي. لكن العصافير ما ينفعش لا تدخل ولا تطلع، لازم افتح لها الباب صح عشان ادخلها او اطلعها. وفي بعض الاحيان لازم ادخل العصفوره بايدي، مش تدخل لوحدها، لا ساعات تدخل لوحدها يعني، او ساعات تخرج لوحدها لو انا فتح لها الباب، لكن لازم ادخلها بايدي ولازم اطلعها بايدي برضو. لو انا فتح الباب بتاع القفص هي في الاغلب هتخرج لو انت فتحت الباب يعني، ولكن عشان تدخلها محتاج تدخلها بايدك. طب انا بدي المثال ده ليه؟ بدي المثال ده عشان نعرف اول حاجه وهي السمبل ديفيوجن. وسمبل ديفيوجن ديت يعني اي حاجه عايز تدخل تدخل. يعني مثلا احنا عندنا، انا ورايا حيطه اهو، تمام، نفترض الحيطه ديت فيها مسام صغيره قوي، يعني لو انا عندي حشره اصغر من المسام اللي بين الحيطه تقدر تدخل من الحيطه لوحدها على طول، اللي هو زي ايه، زي النمل يدخل القفص بتاع العصفوره. لو في نمل كتير قوي بره القفص، تمام، وفي حته صرصار ميت جوه، هم كلهم هيدخلوا عشان يشيلوا الصرصار بقى وايه وهيتغدوا. ف شويه اكيد فهم كده، فالنمل هيدخل بكميه كبيره جدا. ليه؟ لان في بره نمل كتير قوي ومفيش جوه نمل، فيعمل ايه النمل؟ يروح جاي داخل. ليه؟ ما هو مفيش جوه نمل وفي اكل جوه، في حاجه بيخليها يدخل وهو موجود بره بنسبه كبيره قوي. فديت اول حاجه بيعتمد عليها السمبل ديفيوجن. سمبل ديفيوجن يعني ايه؟ يعني ديفيوجن دوت يعني عارف انت زي جريان، يعني الميه مثلا تدخل بسرعه كده ديفيوجن، اي حاجه داخله مكان تسميها ديفيوجن، امتصاص يعني، الامتصاص البسيط، حاجه شبه كده. فبيعتمد اول حاجه السمبل ديفيوجن دوت على حاجه اسمها كونسنتريشن جريدينت. يعني ايه كلمه جريدينت؟ جريدينت ديت يعني الانتقال من شيء لشيء، التدرج. التدرج مثلا من اللون الابيض للون الاسود، ده جريدينت. فاحنا عندنا كونسنتريشن جريدينت يعني التدرج على اساس التركيز، جريدينت يعني التدرج، كونسنتريشن يعني التركيز. فاحنا عندنا كونسنتريشن جريدينت يعني التدرج على اساس التركيز، يعني المكان اللي فيه تركيز عالي، الشيء الموجود في تركيز عالي هينتقل للشيء الموجود في تركيز قليل. يعني ايه؟ يعني زي ما قلت لك النمل بره كتير، في تركيز كبير جدا للنمل بره، هيعمل ايه؟ يروح كده داخل على جوه. ليه يدخل على جوه؟ لان مفيش جوه نمل فيدخل على جوه. ده اول حاجه بيعتمد عليها السمبل ديفيوجن، ان هو مش محتاج بوابه عشان يدخل، النمل مش محتاج بوابه عشان يدخل، تمام، هو موجود بره بنسبه كبيره. تاني حاجه بيعتمد عليها السمبل ديفيوجن هي الحراره. يعني بره لو الجو حر قوي هيخلي الحاجه تنتقل من بره لجوه، او لو جوه الجو حر قوي هيخلي الحاجه تنتقل من جوه على بره. تالت حاجه بالنسبه للسمبل ديفيوجن بتساعد يعني هو السيرفيس اريا. يعني كل ما القفص يكون كبير كل ما كميه نمل اكتر تقدر تدخل. ليه؟ ما هو عندهم مساحه اكبر، عندهم حيطان اكبر يقدروا يدخلوا من خلالها. رابع حاجه بيعتمد عليها السمبل ديفيوجن هو السوليبيليتي اوف سبستانس. الشيء ده سوليبل قد ايه؟ يعني ايه سوليبل قد ايه؟ يعني انت عندك مثلا زي ما قلت لك الخليه فيها دهون فوسفوليبيد، لو انا جبت حاجه بتدوب في الدهون، بتدوب بسرعه قوي في الدهون، تقدر تدخل بسرعه. ليه؟ لان هي بتدوب في الدهون،
طب لو حاجه ما بتعرفش تدوب في الدهون، يعني مثلا القلم ده بيعرف يدوب في الدهون؟ لو حطيته ما بين دهون هيدوب؟ لا مش هيدوب. فانا لو حطيته 100 سنه على ايدي مش هيدخل لجوه. انما مثلا حاجه زي الزئبق الميركري، لا لو حطيته على ايدك هيدخل على جوه. ليه؟ اللي خلاها هتمتصه لان هو بيدوب في الدهون، اسمه فات سوليبل يعني. فكل ما يكون بيدوب في الدهون اكتر كل ما الخلايا تمتصه اكتر. طب لو هو مش بيدوب في الدهون يبقى الخلايا مش تمتصه. يبقى احنا كده معانا اربع حاجات بتساعد على امتصاص الخليه للاشياء اللي حواليها. اول حاجه هو كونسنتريشن جريدينت، تدرج التركيز، يعني للتركيز. المكان اللي فيه تركيز للشيء كتير قوي هيروح للمكان اللي فيه تركيز قليل. احنا عندنا ميه مثلا في جردل هنا كتير وميه في جردل قليل، فالميه تفضل تنتقل من هنا لهنا لحد ما يبقوا قد بعض. ده الكونسنتريشن جريدينت. تاني حاجه غير الكونسنتريشن جريدينت، هو واقف ولا ايه؟ لا شغال. تاني حاجه غير الكونسنتريشن جريدينت احنا عندنا الحراره. الحراره لو عاليه قوي فساعتها هيخلي الميه او اي حاجه تخرج من الخليه لبره الخليه لو كانت الحراره جوه الخليه عاليه. تالت حاجه معانا وهي السيرفيس الايه، السيرفيس اريا. يعني ايه السيرفيس اريا؟ يعني المساحه بتاعه الحيطان او السيل ممبرين. لو السيل ممبرين كبير تمام ساعتها، او مش عريض، لا كبير تمام، ساعتها هيكون مساحة أكبر إن الحاجة تدخل، فهيساعد أكتر في الديفيوجن أو يساعد أكتر في الامتصاص. لو الحاجة بتدوب بسرعة عندها سوليبيليتي عالية ده يساعدها في الامتصاص أكتر. طيب في بقى شوية معوقات للامتصاص، يعني الأربع حاجات دولت الكونسنتريشن جريدينت، التمبريتشر، السوليبيليتي، السيرفيس أريا، دولت بيساعدوا على الامتصاص. في عندنا ثلاث حاجات بقى ما بتساعدش على الامتصاص. ايه الثلاث حاجات اللي مش بيساعدوا على الامتصاص؟ لو كان ستيل ممبرين تخين، ليه؟ ما هو عريض مش عارف اتعدي ده كله. فلو كان ستيل ممبرين كل ما يدخن كل ما يبطئ الامتصاص. كمان المولكيولار ويت، الوزن بتاع المولكيول، المولكيولار ويت وزن المولكيول، المولكيول دوت اللي هو الوزن بتاع الصوديوم مثلا او الوزن بتاع البوتاسيوم. يعني لو وزنه تقيل، لو حاجه وزنها تقيل اللي داخله خلاص مش تدخل. ليه؟ ما هي تقيله. لو حاجه خفيفه هتدخل بسرعه. ليه؟ داخله مع الفوج اللي داخل فداخله بسرعة لأنها خفيفة، أو لو حاجة تقيلة مش تدخل. فبالتالي كل ما المولكيولار ويت يزيد كل ما الامتصاص يبقى أقل. عندنا تالت حاجة بتأثر هي الفيسكوسيتي. الفيسكوسيتي يعني اللزوجة، زي العسل والمية. المية عندها لزوجة قليلة خالص، أما العسل لزوجة تقيلة. إذا كان هو أصلا العسل ده صعب تحركه من مكانه لمكان تاني، إزاي هتخليه يعدي السيل ممبرين؟ فكل ما اللزوجة تزيد كل ما يبقى فيه صعوبة أكتر في إن هو يعدي السيل ممبرين، فالامتصاص يبقى أصعب. يعني عندنا أربع حاجات بتساعد على الامتصاص: concentration gradient، التمبريتشر، السيرفيس اريا، السوليبيليتي اوف سبستانس. عندنا ثلاث حاجات بتبطئ السمبل ديفيوجن، وهو الستيكنس بتاع السيل ممبرين، سمك السيل ممبرين، سمك جدار الخليه. عندنا كمان المولكيولار ويت، كل ما يزيد كل ما يخلي الموضوع اتقل في الديفيوجن او في الامتصاص. عندنا ثالث حاجه الفيسكوستي، اللزوجه كل ما تزيد طبعا يحصل امتصاص ابطا. عندنا بقى تاني حاجة تمام في الامتصاص، احنا كنا في السيمبل ديفيوجن، يعني ديفيوجن بيعدي على طول مش محتاج اي حاجة خالص، مش محتاج بس غير ان يكون مثلا التركيز بره كتير والتركيز جوه قليل، فيبدأ يتحرك الشيء، يتحرك من التركيز العالي للتركيز المنخفض. اما عندنا حاجة اسمها فاسيليتيتد ديفيوجن، ديت من اسمها فاسيليتيتد. يعني ايه فاسيليتيتد؟ يعني مسهلة.